يا مرحبا، اليوم راح نتكلم عن التيتيد. هو مشروع يعني عنده شراكة مع لاير زيرو، ولكن هذا المشروع يهدف أن يكون جسر أي بلوكشين. راح نشوف طريقة الاشتغال في هذا الايردروب. راح يكون أبكى من ايردروب مخصص 5% الناس اللي يسوون تيست نت ايرلي. راح نشوف طريقة مع بعض. يلا بينا على الشرح. قبل البدء لست تدعم الشراكة تفعيل زر الجرس، تابع قناة التليجرام التحديثات، كذلك الديسكارد. إذا رحنا على الديسكارد الخاص بي راح تحصل كل شيء منظم، وهاي جميع الشبكات اللي نشتغل عليها، كذلك الالتيتيود بلوك. هذا هو راح تحصل الرابط هنا او في التليجرام، يعني بحطه هنا وفي التليجرام، فضرورة تنضم معي. طبعا مثل ما خبرتك ان مبني على اللاير زيرو، مشروع هو ده مبني على اللاير زيرو، ولكن يهدف هذا المشروع الى ان يكون جسر التكوين شامل اوكي لوحدة الويبتي. المهم كل هذا راح تحصله هنا في المقالة. كذلك هنا عندهم خمسة، يتم تخصيص 5% من الرموز المميزة لمشروع الإسقاط الجوي أي الإيردروب، بما في ذلك مكافآت مشاركين في شبكة الاختبار. فإذا لازم تروح لي على الجايد هذا أوكي، راح يبين معنا بهذا الشكل، ونشوف كيف الطريقة عندهم الاختبار في الشبكة. أول شي لازم يقولك لازم التستنت، يعني الفوسيتات. وهذا اولا راح نحتاج افالانش فوسيت، وبعدها باين سمارت تشين فوسيت، والميتس فوسيت، والبوليجون فوسيت، والفانتوم فوسيت. طيب انا عن نفسي نختار افالانش وباينانس والميتس، لانه هاي البوليجون فانتوم مش شغالين. تمام، نضغط اول شيء على افالانش فوسيت، راح يبين معك بهذا الشكل. راح تعطي كونكت محفظه، وتجي هنا تست فوسيت، تختار الشبكه فيوجي تشين، وبعدها تحط محفظتك و request to AVAX. اوكي ننتظر لحظات transaction. تمام، راح يجينا على الميتا ماسك انه وصلتنا افالانش. شوية راح توصلني، صار معي 10. هذه هي وصلت. ننتقل الى الفصل الثاني اللي هو باينانس سمارت تشين، نختار اي واحد فيهم، نختار اول واحد. تجي هنا تحلل كاباتشا، وبعدها نختار نفس المحفظة ميتا ماسك خاصة بنا ونحطها هنا، و give me bnb راح يبعث لك bnb. اذا ما بعث لك هذا الفوسيت فنختار الفوسيت الثاني اوكي، لين نحصل الفوسيتات اللي تبعث bnb. فعلى سبيل المثال هذا connect wallet connect metamask، راح يبين معي بهذا الشكل next connect، وننتظر نختار binance smart chain، وبعدها bnb و continue. يقول لك انه لازم نسوي تويتايا no task thanks عفوا just send me 0.05. انا بالنسبة لي هذه تكفي لانه already عندي. خلاص اوكي transaction complete، already عندي bnb. انت سوي تويتايا وراح توصلك على binance smart chain test network. تمام اوكي وصلت خلاص. وبعدها راح تجي على الميتس، تضغط هنا، نضغط get faucet، ننتظر لحظات، نحط محفظتنا هنا اوكي، هذا بلوكشين اخر اوكي، وبعدها دريب نفتح. انا اوريدي بعت، خلاص انت راح يبعث لك. فالبلوكشين هذا راح اخليك اياه كذلك، دور على الميتس ميتس، فهذا هو اوكي. راح يعطيك واحد قطعة، اذا ما حصلت راح تروح عليه على chainlist.org، راح تيجي على خانة البحث including testnet تعلم عليها، وبعدين راح يبين معك ميتس جيري تستنت. هذه هي راح تسوي لها كونكت اتو ميتاماسك، وراح تبين معك الواحد قطعة اللي سويناه بالفوسيت الخاص بهم. تمام، الآن ننتقل إلى هذا هو الفوسيت. ننتقل الآن إلى الجايد هذا، نطلع فوق شوي راح يبين معنا هنا لازم ناخد الفوسيت أي العملة حق الالتيتيود الموقع هذا اللي راح نشرحه. نضغط بهذا الشكل وننتظر. فأنت راح يبين معك هنا تحل كاباتشا وتسوي ريكوست، تحط محفظتك وخلاص. انا اوريدي سويت على افالانش على باينانس، استنى نشوف باينانس اذا بعتولي ولا لسه عشان اسويها امامكم. اوكي لسه اوكي، ريكوست توكن، ننتظر لحظات. راح يبين معي باينانس سمارت تشين تيست نت، هذه هي، تاكد انك على باينانس، كونفيرم، وراح يعطيك بهذا الشكل انه خلاص راح توصلك. يقولك تعال بكرة عشان تقدر تسحب مرة أخرى 1000 قطعة اللي راح يبعتون لك. هاي فيل ترانزاكشن نهاية الكرة لين تزبط معانا.
فما زبطت معانا. إذا باينس مارتين ما راح نشتغل عليها اليوم، ولكن نشتغل عليها بعدين. كذلك الميتس هذه اوكي راح تسوي ريكوست كذلك وراح تجيك. اذا انا جاتني افالانش وجاتني ميتس، خلاص هاي اللي حاليا تدعمها الالتيتود اللي راح تكون شبكة بإذن الله. احنا الان في المرحلة الاولى جدا، يعني لين تصير شبكة ونجرب الشبكة وكل هذا، فحلو ان نكون دايما احنا في المراحل الاولى عشان نبتدي خطوة خطوة معهم. تمام اوكي، نرجع الى الجايد الخاص بنا. اوكي وهنا يقول لك وين راح نسوي التست نت، راح نسويها بهذا الموقع. ندخل للموقع هذا فراح يبين معاك بهذا الشكل، يقول لك هي اصلا مشروع تابع الى شبكة لاير زيرو. راح نسوي كونكت وبعدها نروح على ترانسفر وراح يبين معك البريدج. اول خطوة راح نسوي البريدج وبعدها نروح على البول والفارم والستيك وكل هذا مع بعض. نشوف الفوسيت ايش راح يحول لي، نفس الفوسيت اللي خبرتكم عليه. اذا انا على شبكة باينانس سمارت تشين راح اسوي ديسكونكت واليت، وراح تشوف كونكت واليت من الاول ميتا ماسك راح يبين معك. طبعا باينانس انا ما اشتغلت معايا التوكن اللي نريد ناخده في الاول، فاذا راح انتقل الى فيوجي هي افالانش فسويتش نتورك راح يبين معي الافالانش، معاي العملة هذه اللي اخذناها الالت دي الخاص به. راح نحولها الى مثلا نحولها الى بوليجون على سبيل المثال، معاي 1000 قطعة راح نبعت 100 وبعدها نجي هنا وساند توكن. اول خطوة تمام كونفيرم وننتظر لحظات بهذا الشكل ساند توكن وخلاص تمت العملية بنجاح من اباكس الى البوليجون. الآن نروح على الخطوة الثانية disconnect wallet وconnect ونختار شبكة مثلا شبكة هذه الميتس اللي معنا عليها رصيد كذلك switch network ومعنا رصيد RTD معنا 1000 قطعة كذلك راح نبعث 200 قطعة إلى شبكة BNB الآن أوكي 200 قطعة بهذا الشكل send token ننتظر لحظات اوكي وكونفيرم بين معايا كونفيرم ترانزاكشن تمت سكسسفولي. رحنا على ترانزاكشن باندين ترانزاكشن ترانزاكشن هيستوري لسه ما بين معايا شيء هنا في الباندين ترانزاكشن اوكي نرجع الى البريدج نتاكد اذا وصلوا في الشبكات ولا لسه. بنروح نغير الشبكات البوليجون نشوف اذا وصلتني بوليجون وصلتني عمله ال تي دي، اذا ما وصلت نعيد الكرر توصلنا ضروري جدا توصل. هاي وصلت المية قطعة هنا من البوليجون، ممكن أحولها كذلك إلى الميتس أحول 50 مثلا، يعني نجرب الشبكات كلها تقريبا سان توكن بهذا الشكل وننتظر لحظات. طبعا لازم يكون معاك ماتيك يعني تست نت ماتيك، راح نشوف هذه لازم يكون معاك ماتيك تست نت مومباي. تروح على جوجل تسوي ماتيك مثلا بوليجون فوسيت راح يبين معاك هذا شو كتبت ماتيك تست نت فوسيت راح يبين معك. نعطيك خطوة خطوة توريال يعني عشان ما تتوهق ويكون شرح شامل ان شاء الله. ماتيك تحط هنا محفظتك وتسوي له سابميت مومباي، طبعا احنا على مومباي تحط هنا سابميت اوكي كونفيرم ريكويست ان بروسيس ترانزاكشن فيلد لانه اوريدي عندي معاي الغاز فيز. انت راح يبعث لك اذا عندك هنا صفر، اذا عندك فقط سنت او شيء يقول لك لا. تمام رجع لهنا خلصنا احنا 3 ترانزاكشنات. الان ننتقل الى البول هذه لسه ما اعطاني شيء للبول. طيب فراح نختار مثلا البول حق افالانش ها اول بول. طيب هنا يقول لك تشانج نتورك تسوي له تشانج نتورك عشان لازم تكون على افالانش في البول. تمام اوكي الان معي هنا راح اسوي مثلا 200 سيت الاو ننتظر لحظات ماكس نيكست ابروف. هنا يقولك اد لكواليتي ننتظر لحظات اوكي يو هاف باندين ترانزاكشن فننتظر الباندين هذه تخلص اوكي تمام بعدها كونفيرم
اوكي فصار معايا راسي 800، يجي لي الريموف اوكي معايا 200، راح اسوي ريموف 10 فقط عشان ابين الترانزاكشن عندي في المعاملات حق الموقع، مش ضروري انك تسوي ريموف لكل شيء، سوي ريموف يعني لمبلغ بسيط عشان يعرفون انك سويت كل فانكشنز اللي موجود هنا، بريد ترانزاكشن بول فارم ستيك وهكذا سكسسفولي. تمام، الان ننتقل الى الفارم. فارم راح نختار مثلا فارم، مثلا نختار هذه اوكي، نشوف هل معانا بالانس. لا، فنرجع الى الفارم. طيب الفارم تروح لي على نفس الحركة أفالانش بي إن بي، لأنه إحنا سوينا 200 قبل شوية في البول، فالفارم هنا معانا 190، راح سوي لها 190 كلها سيت اللو، ننتظر لحظات أوكي ماكس وبعدها نيكست وأبروف، يعطيني أبروف أوكي، ونضغط كذلك على الفارم. الفارم بهذا الشكل، وبعدها في زيلي وفي جالاكس لازم نشتغل عليه ضروري، تابع معي للآخر عشان تعرف كيف تشتغل على هذا الايردروب. هذا الايردروب مؤكد من عندهم، تمام. كونفيرم 5% للناس اللي تسوي التستنت. سكسسفولي ترانزاكشن واز سكسسفولي، تمام. كذلك نسوي ريموف، ريموف مثلا 10 انستيك عشان كذلك يبين معهم الفانكشن حق انستيك. ف كونفيرم، ننتظر لحظات، نروح على ستيك. فهذا هو ستيك، نيجي هنا اوكي نختار مثلا هذا معي 900، وراح نعطي ستيك 500 و سيت اللو، ننتظر لحظات اوكي ماكس نيكست ابروف. فستيك مرة اخرى، كل هذا سوينا احنا على افالانش فقط. اذا هاي الخطوات كلها اللي سويتها انت راح تعيدها على الميتس، كذلك اذا جاءك فرصة حق باينانس سمارت تشين تعيدها على باينانس سمارت تشين. انا بالنسبة لي يكفيني حد الان في الفيديو هذا، بعدين راح اسوي مع نفسي باقي الخطوات، انت راح تكمل يعني راح اراويك كيف راح تسويها بعد شوي. فقط خلاص احنا ستيك، نرجع هنا اوكي، هنا عندنا فوت اون سناب شوت اوكي، راح نشوف كل هذا ماي فوتين. خلاص اعطوني هذه العملة هذه 450، فنروح على فوت اون سناب شوت ونشوف اذا عندهم في شيء في سناب شوت سبيس خاص بهم. فهنا مش واضح معي سبيس حقهم في سناب شوت، راح نشوفها في الديسكارد سبيس خاص بهم. خلاص انت اوريدي عندك باور اللي هو 450، هذا هو الباور اللي راح تسوي به فوت في سناب شوت، ركز معي اوكي. هنا كذلك عندهم الفوريوم، عبارة عن فوريوم كوميونيتي مثل باقي المشاريع اللي شرحنا، راح تتسجل عادي اوكي، ممكن تتسجل بجوجل ديسكارد اي شيء، المهم راح تتسجل واللايك والكومنت وهكذا. ننتقل الى الزيلي، عندك الزيلي راح تسوي فولو تويتر، جوان ديسكارد خاص بهم اوكي وهكذا. كذلك الديسكارد راح تروح على الديسكارد تسوي فيدباك. فالفيدباك ما راح ابين الديسكارد خاص بي، لان يعني انتو عارفين السبب ايش صار هذيك المرة حق ابتوس، ف بخليه بعدين. فالفيدباك راح اقول لكم اياه شو تكتبون، وانت شوف الفيدباك حق الديسكارد خاص بهم شو كاتبين، خانة الفيدباك الشانل تروح تسوي تعليق ماشي. تخلص الزيلي، عندك الجالاكسي اللي هي ضروري جدا. اذا رحنا على قناتي كريبتو اليرت راح نحصل الجالاكسي المشروع، هذا هو التيتيود، فنحصل الجالاكسي الخاص بهم ونشوف يعني. كذلك راح احط لكم وين الفوت سناب شوت، هذه هي راح تخلص يوم 18/6، يعني ضروري اذا تريد تاخذ عندك ان اف تي بلس التد ايردروب. تمام، راح تخلص جوان ديسكارد لايك ريتويت هنا تسنت 5 ترانزاكشن، اكيد عندنا 5 ترانزاكشن ولكن لازم يعني تحديثات وهكذا فولو كذا. خلاص تمام، وبهذا الشكل كنا خلصنا شرحنا اليوم. نشوفكم على خير في فيديوهات لاحقة، مع السلامة.